ورجعت على غرفتي قبل الزواج بعد انفصال. جيت عند أهلي، غرفتي في بيت أهلي، يا عم بطلع عليها عم بقول إنه أوكي. مرحبا يا أحلى عيلة بالعالم، كتير مبسوطة إنك فتحتوا فيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا دايما مبسوطين وإنتوا عم بتشوفوا الفيديوهات. فيديو اليوم حشارك معاكم شغلات أنا عشتها قبل الزواج وغرفتي قبل الزواج عند بيت أهلي، وإنه هلأ أنا مرأة منفصلة فجيت عند أهلي فرجعت لغرفتي اللي أنا كنت عايشة فيها قبل الزواج. بشارك معاكم هيك جولة فيها كيف شكلها، وفي كتير شغلات تغيرت فيها هشارك معاكم هلأ خلال الفيديو. قبل تشوف الفيديو حبايبي اكسروا الزر الأحمر، اضغطوا عليه تنضموا لعائلتنا وتكبر عائلتنا فيكم. واللي جينا في التعليقات تعمل اشتراك يساري عشان هختار 3 تعليقات من الجداد واحطها بالفيديو القادم ان شاء الله كالعادة. تابعوني على انستغرامي. خلينا نبلش هلأ من عند دخول الغرفة لأورجيكم كيف بدايتها او نفوت الغرفة مع بعض. اوكي، هاي باب الغرفة فتحنا. اضويتي شغالة شوشي السري. جيكم اول اشي اطلالة الغرفة، وعنا الدنيا تلجت. شايفين الجو عنا بالسويد؟ مين عايش بالسويد كتب التعليقات. شوفوا كله كله تلج، وهذا لسه ده كله حيندفن بالتلج اساسا، كله حيتغطى كله حينكسي، بس مش هلا، اتوقع نص شهر 11 او شيء زي هيك. من هون حنبلش ممر الغرفة، بدي اورجيكم اول شيء. خليني اشيل هدول عشان تشوفوا. طيب اول اشي بنبلش زي ما انتم شايفين، ها هو الكومودينو الاولى، او هاي عليها بيرو، ما بعرف شو بتقول عليها، كومودينو بيرو ادراج مدرجات، المهم يعني هاي اول اشي حاطة فيها بوكسز اوكي اللي بتوصلني مثلا عجباني. في هون دروج حاطة فيها، هون حلقان حاطة فيها، هون اكسسوارات حاطة فيها، هون خواتم، هاد هايلايترز، هاي الضوء اللي تكون للميك اب ما بستغنى عنها صراحة. مش هيكون جولة في مكياجي بالتفصيل لانه هعملكم جولة في مكياجي بعدين، بس هون حاطة الماسكارات، هون حاطة الكونسيلر، هون حاطة الهايلايترز، وهذا بوكس من انجلوت، هذا من جوتشي. هون الأدراج تبعوتي أنا وبنتي مايا، تيجي على طول جنبها هيك تسريحة الميك اب. بدي أحكي شغلة حبايبي، أنا قبل ما أتزوج ما كانت غرفتي زي هيك، كان في كتير شغلات فيها، بس بعد ما تزوجت وانتقلت على دبي فأمي دخلت الغرفة زادت كتير شغلات، غيرت كتير شغلات، أنا هلا بعد الانفصال رجعت على غرفتي فقلت إنه أو ماي جاد ده شغل كتير كبير، يعني أنا بدور على بيت أساسا هلا، يعني هاي الغرفة مؤقتة إلي بيت وهيك شغلات، فزي هيك ما بدي أعمل كتير إشي. فهون المفروض يكون بين هدول الأدراج، يكون هون في مراية كبيرة عليها أضوية زي تعوت الميك اب ارتست هدول، تمام، ميرور لايت. بس هلا لأنه أنا بدي انتقل فمش عارفة أجهز هون. هون الهايلايترز والجل أيلاينر، بتيجي جولة في مكياجي بالتفاصيل هتشوفها بعدين. هون بعض الأرواج اللي بستعملها الديليز، هون البيوتي بلاندرز حطيت هون، أكثر شيء الميك اب والبراشز والأغراض اللي بستعملها هاي الديليز، تمام. نيجي على اللي هو الدور الثاني. حلو الدور الثاني. هون المناكير، هون الكريمات، السكين كير، اللوز باودر، شغلات شغلات، هون كل شيء هذول بستعمله انا، بس هذا الديليز. هون بيجي تحت الدرج الاخير، هون اغلب البلاشرز الديليز، وهون حيكون الاي شادوز. شوفوا هون الاي شادوز، برضه ميك اب وشغلات. طبعا احنا جوله في مكياج حتشوفوه بعدين بالتفصيل. هاي مرايتي الحبيبة، هاي مرايتي اللي هي بشوف فيها الطول والملابس هيك اوكي. وهون هاي مراية، بس هاي مع ضو اوكي، رينج لايت بس مع مراية، وهاي طبعا اللايت سيستم تبعي الثاني. هون بتيجي كمان زي شو بسموها، انا مش عارف شو كلها بالعربي، هي مدرجات او كوميدينا. هون عطوري، هاي المفروض تكون اكسسوارات والحلقة، مش الحلقة، اكسسوارات، خواتم، سناسل، وهاي مراية هي تبعي الميك اب، اكثر شيء بستعملها الميك اب، وهون للسناسل، وهونك بابي. بيجي هون هاي مدرجات برضو بس استشوارات، هون حاطه فيها المشط والوايبس والباتس، هذول للشيء للميك اب والاستشوار، تمام. تيجي هون كمان استشوار وماكينات شعر ثانيه، وهون كمان ببليس وفرشات كهربائيه وشغلات هاي بس للشعر. هذا البال او الكرسي يعتبر هيك مثل انه
بحط فيه اغراض زي بوكس ومنه قاعده اوكي وطقمته مع الستاره تبعيتي. بعد عليه بعمل ميك اب اكثر شيء على الانستغرام. قمت حبايبي مصليتي حبيبتي هذه المصليه تبعتي تمام على لون اللي هو الستاره والكرسي. ها هو بيجي الممر. اوكي حبايبي هلا انتم شفتوا هذا الممر تبع اللي فيكم ورجيتكم اياه قبل شوي كل الاشياء هاي مع بعض. نيجي هلا على السرير. السرير هذا هيتغير، هذا مؤقت اوكي، يعني بدي اصغر منه شوي لان هلا بنتي مايا بتنام معي، فانا وياها بالسرير هذا مع بعض متقسمه وياها بنتي لان هو كتير كبير. ما يغركم بالكاميرا بس هو كبير هون. انا بدي اجيب، عم فكر اجيب سرير اصغر واحط له مايا معي لانه الغرفه حتكون انا وبنتي مع بعض هلا حاليا لان انتقل لبيتنا انا وبنتي ان شاء الله. هلا بدي اجيب مايا اسميهم جوجو ميمي وسكر. دول اسامي دراديب مايا ومستحيل تنام من غيرهم. هون مصحفي اللي بقرا فيه دائما القران قبل النوم وهيك، وصرت اخوي الله يرحمه. هون كمان كوميدينا هيك، هذا صندوق فيه انا حاطه فيه ملفاتي واغراضي المهمه شغل اشياء هون بحطها، وابجورتي وساعتي المنبه. انا هون بنام على الجهه اليمين ومايا بتنام هون على جهه اليسار، وهاد احراماتنا وبطانيتنا. طيب حبيبي وريتكم هلا الشغلات اللي احنا وريناها اول الغرفه. هلا بنجي على الخزانه. خزانتي هاي المتواضعه، هاي خزانه من هون لهنيك، هاي كلها خزانتي انا وبنتي مايا. هون حاطه الشتوي والجاكيتات والاشياء هاي والخريفيه. هون حاطه البيجامات، شايفين انتم اوكي هيك. هون حاطه البيجامات والشغلات، ولا داعي اورجيكم الخزانه لانها مش مطبقه، وبدي ارتب الخزانه عشان اعمل لكم جوله في خزانتي كمان انا وبنتي مايا. طنشوار. وهون ملابس فساتين. شوف شوف الكركبة، كويس مش شوف الكركبة. anyway تعرفوا في شعور غريب وشعور حلو بنفس الوقت. هذا قراري واقتنع فيه 100%، بس شعور غريب انه شوف الدنيا كيف، يعني انه مش عارفه كيف اوصلكم هذا الشعور، صعب اني احكي كلام يعني. وان رجعت غرفتي هيك بعد انفصال هيك، يعني انه بتعرفوا شعور انه انا عشت في هاي الغرفه ذكريات بتجنن، لحظات حلوه، مواقف مضحكه، فعشت فيها عمر يعني. فلما اطلع على مايا بنتي وبشوفها مثلا على السرير وهيك بقولها يا بنتي مايا انت هلا بغرفة امك قبل الزواج. يا حبايبي تقريبا ورجيتكم كل الغرفة، غرفتي الصغيرة منا كثير كبيرة، كانت مناسبة لي انا قبل الزواج. ماما حاطة هون زي لوح، انا دول مش كنت حطاهم، هي حطاهم هلا عن جديد، ورود هيك شغلات، انا بحب الورد الجوي، وحطينا هون على الحيطة زي ستيكر هيك شغلات، مثل التاتو. هلا احنا هنحط، بدي احط انا شغلات ثانية، في نواقص كثير حتحط، بدي احطها يعني. يا حبايبي ها هي غرفتي المتواضعة، وهلا بنتي مايا معي في نفس الغرفة لين ما الاقي بيت. هلا عم بدور، صرت ادور على بيت جديد، يعني انا ومايا ننتقل مع بعض ان شاء الله قريبا. فشوي هيك حياتي متلخبطة مش مستقرة، كيف في شغل حشاركها معاكم ان شاء الله بالايام الجاي، هتعرفوا خطواتي اول باول ان شاء الله. احنا عيلة واحدة. بدي اتشكركم شكر كتير كبير على دعمكم للفيديو الاخير، انكم فهمتوني وانكم حسيتوا فيني ودعائكم لإلي، كل ما كانت رسالة، كل ما كانت تعليق، كل من نشر الفيديو، كل من يعني يفكر فيني، هذا بيعني لي اكثر من مليون شخص والله العظيم. شكرا كثير يا احلى عيلة. طلب صغير منكم، بعرف انتم قدها ومش حتفشلوا لي، اشتركوا بالقناه وانشروا القناه لكل اصحابكم ومعارفكم لنوصل 900 الف مشترك باقرب وقت ممكن ان شاء الله، عشان اول مفاجاه عم بشتغل عليها بكل حماس بكل سعاده بكل محبه، ان شاء الله حتنزل تقريبا 900 الف مشترك. انتم قدها بعرف وما راح تفشلوني، وهي بساتي لكم. تابعوني على انستغرامي، كثير متفاعل على انستغرام، صح باليوتيوب بعد يعني ما بنزل كل يوم فيديو، لكن بالانستغرام انا كل يوم بالانستغرام العاب ستوريات مسابقات بوست شغلات. اللي متابعي الانستغرام يجاوب التعليقات كيف انا متفاعله بالانستغرام. ويا ان شاء الله تكونوا حبيت الفيديو هاد خفيف ظريف، وشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي مع فيديو جديد. بحبكم كثير، باي.